السيسي يطلع مدبولي أو يطلع من مدبولي على الحالة الصحية لمصابي حادث قطار محطة مصر. مصر تدعو إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار بين باكستان والهند. وزير خارجية البحرين يؤكد أن قطر لم تعدل من سياساتها الداعمة للإرهاب. تمام 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. جولة إخبارية مفصلة تأتيكم دوما من إكسترا نيوز، بدايتها كالمعتاد مع حسام حداد. تفضل حسام. أهلا بك أحمد. أهلا بكم حضرات السادة المشاهدين. أطلع اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي أطلع كذلك على آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث. وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر وفقا لأعلى معايير المتابعة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمحاور خطة عمل وزارة الإسكان وما تتضمنه من مشروعات تنموية كبرى يتم العمل بها في الإطار الاستراتيجي القومي للدولة، وجه الرئيس كذلك باستمرار جهود الارتقاء بالبنى التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها. وقد أشار وزير الإسكان إلى جهود الدولة في القضاء على المناطق غير الآمنة في مصر بالكامل بنهاية العام الجاري، وذلك بإنشاء نحو 220 ألف وحدة سكنية لمواجهة كافة التعديات ذات الصلة. للمزيد ينضم إلينا الأستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. أستاذ هاني أهلا وسهلا بحضرتك. خطط متوازية تسير على أساسها الدولة فيما يتعلق بمشروعات الإسكان وكذلك الارتقاء بمشروعات الشرب والصرف الصحي والبنى التحتية في هذا الإطار، إذا كان هناك تصور أو جدول زمني وضع من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، إلى أين وصلنا وفق هذا الجدول؟ الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك بالسؤال المشاهدين. النهاردة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عرض على سيادة الرئيس ما وصل إليه الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات المكلفه بها وزاره الاسكان، وياتي على راسها انشاء المدن الجديده. احنا كلنا عارفين دلوقتي ان احنا عندنا 14 مدينه جديده في مدن بنسميها مدن الجيل الرابع بتنفذها وزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه، وهدفنا منها اكثر من هدف. الهدف الاولاني هو استعاده الزياده السكانيه، وكلنا عارفين ان احنا عندنا 2.5 مليون مواطن زياده سنويه بتيجي لمصر، فبالتالي لازم يبقى عندنا جاهزين ب مساحات مخططه عمرانيا ومساكن ثنائيه مختلف شرائح الدخل. فكان عندنا عرض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات المنفذه في هذه المدن. عندنا مدن في صعيد مصر زي غرب قنا وغرب اسيوط، الحمد لله احنا متقدمين فيه. هو كان اللافت استاذ هاني وفق ما اورده بيان وزاره الاسكان حتى بالحديث عن الصعيد في ناصر غرب اسيوط وغرب قنا، ان المدينتين ايضا يدخلان ضمن اطار مدن الجيل الرابع، وكان الامر لافت ان يكون صعيد مصر ايضا داخل ضمن هذا الاطار. بالظبط يا فندم، احنا عندنا ما فيش فرق بين صعيد وبين بحري دلوقتي، الحمد لله المدن اللي احنا بننفذها بتنفذ على مستوى الجمهوريه، سواء كان في صعيد مصر او في محيط القاهره الكبرى او في منطقه الدلتا زي منصوره الجديده او في المنطقه الساحليه في الساحل الشمالي للعلمين الجديده او حتى في منطقه القناه زي مدينه شرق بورسعيد. المدن دي زي ما قلت هدفها استعاده الدوله السكانيه، رقم اثنين خلق فرص للاستثمار وخلق فرص للعمل، وده قطاع تشييد والبناء الفتره الاخيره وفر ما يزيد على 3 مليون فرصه عمل، لان هو القطاع الاكثر توفيرا لفرص العمل. كمان احنا متقدمين في عدد من المشروعات اللي فيها وحدات سكنيه وصرفين اكثر من طرف في هذه المرحله. احنا بنتكلم دلوقتي عندنا اكثر من طرف طرحت وزاره الاسكان، منهم مشروعات في مدينه القاهره الجديده ومدينه الشيخ زايد اللي هو مشروع جنه، وعندنا وحدات سكنيه طرحناها برضو في مدينه المنصوره الجديده، يمكن هو ده الطرح الاول في مدينه المنصوره الجديده، ولسه متاهلين وغلقين باب الحجز في مدينه العلمين الجديده، والحمد لله كان في اقبال كبير. طرحنا 536 وحده في مدينه العلمين الجديده، اتحجزوا بالكامل في اول 26 دقيقه لفتح الموقع الالكتروني الخاص بالحجز. النهارده كمان اللافت ان كان وزير الاسكان بيعرض على سياده الرئيس المخطط المبدئي ل
لمدينه رشيد الجديده. نعم. ويمكن دي مدينه بيتم التخطيط لبدء تنفيذ مشروعات كثيره فيها على ساحل البحر برضه. دي مدينه هيصدر قرار الجمهوري الخاص بها قريبا. المدينه دي على مساحه حوالي 3000 فدان، وبرضه دايما المدن الجديده بيكون فيها التخطيط بتاعها ان تكون فيها وحدات سكنيه تناسب مستوى شرائح الدخل، بيكون فيها مناطق تجاريه، بيكون فيها مناطق تنميه مختلفه بحيث ان يكون فيها انشطه متنوعه تناسب تدعو المدينه تكون مستدامه. هي العلمين الجديده ما كانت زمان منطقه الساحل بتستخدم في فتره الصيف فقط، دلوقتي عندنا فيها منطقه صناعيه، عندنا فيها منطقه تجاريه، عندنا فيها جامعات بتنافس دلوقتي وان شاء الله تشتغل السنه الجايه. كذلك الوزير عرض على سياده الرئيس كمان الموقف التنفيذي في مدينه العلمين الجديده. عندنا الحمد لله الابراج السكنيه بتنفذ على ساحل البحر مباشره، وصلنا فيها للدور ال 16 منطقه داون تاون. الحمد لله بدانا دلوقتي في التشطيبات فيها. عندنا كمان الجامعات زي ما قلت متقدمين في التنفيذ. عندنا المنطقه اللي استاذ هاني بعد حضرتك يعني حضرتك اشرت الى كل المشروعات او جانب على الاقل من بين المشروعات التي تنفذها الدوله في اطار الانشاءات وفي اطار مشروعات الاسكان وما الى ذلك. هناك خشيه من ان يغرم المصريون كالمعتاد بان تكون العقارات هي مخزن قيمه معتبر خصوصا في ظل السنوات الاخيره، وبالتالي هناك خشيه من الا تتحول هذه المناطق لمناطق عمرانيه جديده يتخلخل فيها الحيز السكاني كما اشرت حضرتك ويعاد فيها توزيع الخريطه الديموغرافيه من جديد. هل هناك ضمانه حكوميه يمكن ان تصدر في هذا الاطار بان يلتزم مستحق هذه الوحدات او المتعاقدون عليها بالسكنه فيها؟ احنا يا فندم عندنا الحمد لله دلوقتي نسبه الاشغال في المدن الجديده كلها بترتفع من حين لاخر، ويمكن ده واضح. احنا الحمد لله دلوقتي داخلين على 8 مليون ساكن بيسكنوا في المدن الجديده. وليه المواطنين بداوا بعد ما كانوا زمان بينفروا من السكن في المدن الجديده لجوا دلوقتي لان هم يهربوا اليها من الازدحام؟ لان الحمد لله كان دايما الخدمات والمواصلات هي العائق لتنميه هذه المدن. دلوقتي الحمد لله احنا مهتمين جدا بتوفير الخدمات المختلفه وكذلك المواصلات. ويمكن وزاره الاسكان ممثله في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده تعاقدت في الفتره الاخيره على على شراء 200 اتوبيس للنقل الجماعي، وبدانا تشغيل هذه الاتوبيسات في المدن الجديده على مستوى الجمهوريه عشان نوفر خدمه النقل الجيد. وعندنا دلوقتي خدمه نقل ذكي حتى في المدن الجديده. دول العائقين اللي كانوا دايما بيعوقهم تنميه المدن الجديده وسكن المواطنين فيها، الحمد لله مدينه زياده مضطربه في المدن الجديده دلوقتي. ويمكن لو اتكلمنا على مدينه زي مدينه غرب اسيوط واسيوط الجديده اللي هي في نفس المحافظه، الناس بداوا ينتقلوا ليهم لان خلاص ما عادش في اماكن في المدن القديمه. مدينه زي اسيوط القديمه الارتفاع اسعار الاراضي اللي وصل ل 140 150 الف جنيه للمتر الواحد، ده بيجي ما يجيش واحد على 150 من ثمن الارض في اسيوط الجديده. فبالتالي لازم المواطن يطلع يشوف مكان اخر للسكن يناسبه، خصوصا ان كمان المدن الجديده هي الاماكن المخصصه الحضريه لازم ما فيهاش عشوائيات، فيها كل الخدمات متوفره. فاطمن حضرتك ونطمن الساده المشاهدين ان الحمد لله نسبه الاشغال في المدن الجديده ترتفع يوم بعد اخر. والاشاره اتت اليوم ايضا من وزاره الاسكان بالحديث عن ان هناك شبكه طرق تربط هذه المدن الجديده بالمراكز القديمه التي ربما يكون سكان هذه المدن الجديده قد وفدوا منها. لكن استاذ هاني في البيان المتحدث باسم الرئاسه اليوم تحدث عن ان الرئيس السيسي اعاد التاكيد على حتميه الالتزام بالمعدلات الزمنيه المعلنه سلفا في هذه الانشاءات وتحديدا في العلمين الجديده وفي العاصمه الاداريه، على ما يبدو ايضا قطاع التشييد والبناء لا يزال قادر على استيعاب مزيد من فرص العمل بمختلف تخصصاتها. بالظبط يا فندم، احنا عندنا هدف ان احنا الحمد لله في والحمد لله ماشيين على تحقيقه. دلوقتي احنا مستهدفين في 30/6/2020 تكون المدن المرحله الاولى من المدن الجديده اللي هي بنسميها مدن الجيل الرابع دي شغاله. يعني عندنا العلمين الجديده، العاصمه الاداريه الجديده، المنصوره الجديده، وكذلك غرب اسيوط وغرب هنا. وعشان كده بقول الحمد لله ان احنا ماشيين على تحقيق الهدف بنسب انجاز مرتفعه، ان احنا دلوقتي بنبيع في الوحدات السكنيه في هذه المدن. العلمين الجديده قلت قفلنا باب الحجز من ايام، المنصوره الجديده فاتحين باب الحجز في هذه الايام، العاصمه الاداريه الجديده ببيعنا فيها بالفعل 2000 وحده سكنيه ومطروح حاليا بيع منطقه البلاد فيها. كذلك طرحنا قبل كده في غرب اسيوط في غرب هنا وحدات وتم حجزها، وبرده ان شاء الله ملتزمين ان احنا نسلمها في المواعيد المحدده. احنا عندنا هدف زي ما قلت المرحله الاولى من هذه المدن تكون في 36 جاهزه للسكن ان شاء الله. الرئيس السيسي في استعراض سابق او في افتتاح سابق لاحد المشروعات كان يتحدث الى دكتور مصطفى مدبولي عندما كان وزيرا للاسكان، وتحدث الرئيس السيسي عن ان كل مستحق لوحده سكنيه من وحدات الاسكان الاجتماعي سينال هذه الوحده يقينا.
في ضوء ما كان معلن سلفا، ما الذي وصلنا إليه في عدد وحدات الإسكان الاجتماعي في ضوء المشروعات الجارية أستاذ هاني؟ الحديث ده بالظبط يا فندم كان ينطبق على الإعلان الثامن لإعلانية وزارة الإسكان. احنا عندنا دلوقتي حتى الآن 11 إعلان تقريبا. الإعلان الثامن ده كان تقدم ليه عدد كبير جدا من الوحدات من المواطنين، وكان عدد الوحدات المتاحة في أقل من عدد اللي تقدموا على الوحدات. الرئيس من كده قال طول ما في وحدات عندنا في أراضي متاحة عندنا يقبلوا المواطنين ما دام ينطبق عليهم الشروط. بمعنى ان انا في بعض المدن في المحافظات القديمه ما عنديش اراضي فيها، زي مثلا لو قلنا مدينه زي المحله، طنطا، جنين الكوم، اي مدينه من المدن دي. ولسه يمكن ده كان الكلام اللي كنا بنقوله من شويه ان المواطنين بداوا يخرجوا، ان ما فيش مساحات موجوده متوفره. صحيح. في المدن القديمه. فسياده الرئيس كان تكليفه ما دام المواطن حاجز في مدينه من المدن الجديده وفي اراضي متاحه فيها لازم توفروا له وحده سكنيه، وبالتالي ده اللي حصل بالظبط. احنا المواطنين بس فقط لا غير اللي هم كانوا حاجزين في اماكن التي توفر فيها اراضي خيرناهم، اما ان هو يتم الانتقال الى اقرب مدينه جديده يتوفر فيها الوحدات السكنيه، او يسحب فلوسه ويقدم في اعلان لاحق. اما بقى بالنسبه للموقف التنفيذي لمشروع الاسكان الاجتماعي، احنا عندنا المشروع ده بيتم تنفيذ دلوقتي على الارض، وتم تنفيذ ما يقترب من 600,000 وحده سكنيه، سلمنا منهم ما يزيد على 360,000 مواطن، ومستمرين في تسليم الوحدات تباعا للمستحقين حتما يتوفر من شركات المقاولات اللي بتتم تنفيذ هذه الوحدات. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه منضما الينا عبر الهاتف. وللمزيد من المتابعه ايضا حول ملف العشوائيات ينضم الينا هاتفيا المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات. باشمهندس اهلا بك على اكسترا نيوز. اهلا بحضرتك. كان بك السيد رئيس الوزراء ووزير الإسكان اليوم في اجتماعه مع رئيس السيسي كان له بعض التصريحات أن الدولة ستقوم بالقضاء على المناطق غير الآمنة بنهاية هذا العام. أهم المناطق التي تعمل بها الدولة الآن وتلك المناطق التي تسمى بالعشوائيات، أهم المناطق التي تعمل بها الدولة، وما هي الخطة الموضوعة للقضاء على هذه العشوائيات؟ احنا طبعا النهاردة كان اللقاء طبعا مهم بالنسبة للسيادة الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، ان هو بيأكدوا عليه الميعاد اللي بنقول فيه ان نهاية 2019 والقضاء على عشوائيات الغير آمنة. أهم المشروعات وأهم الأماكن عندنا مشروع الأسمرات المرحلة الثالثة 7440 وحدة بتكلفة 1,750,000,000 جنيه جاهزين لافتتاح. احنا في مرحلة الفرش دلوقتي، يمكن لو الكاميرا راحت هناك هتلاقي ان الشركات بتفرش الوحدات هناك دلوقتي، وصلنا تجاوزنا اكتر من 600 وحده فرش دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها. عندنا مشروع روضه السيده برضو منتهي، وده 816 وحده بتكلفه 330,000,000 جنيه، وال 816 وحده دول فرشنا منهم تقريبا 360 وحده، وبرضو ان شاء الله شغالين في الفرش فيهم. عندنا مشروع برضو منتهي وجاهز للتسليم اللي هو 496 وحده في الرويسات. النهارده كنت انا في زياره للرويسات في جنوب سيناء شرم الشيخ، جهاز افتتاح شرم الشيخ. عندنا في سد خلص خلاص في منطقه اسمها المزيانه والترابين، خلصوا خلاص في جنوب سيناء برضه، بيأمنوا الاهالي من السدود من خطر السيول. وعايز اقول لحضرتك ان النهارده يعني رئيس المدينه والاهالي وروني الصور بتاعي، كان في سيل نزل والسدود دي حمت الاهالي من خطر سيل السنه دي. طبعا الناس ما سمعتش عن كارثه كانت هتحصل، لان اللي حصل احنا زي ما عملنا في صخره الدواء اللي سقطت من فتره قريبه، نفس الاجراء الاحترازي السابق للكارثه عملناه برضو، وده يمكن ما حدش حس بالكارثه لان الحمد لله ما فيش كارثه حصلت لقيناها الاول. بالظبط. فدي الحمد لله طبعا انا شخصيا ما كنتش عارف ان في سيول جامده نزلت في المنطقه غير لما زرت المنطقه النهارده، وشفت بحيره ميه موجوده هناك متجمعه خلف السد. فالحمد لله دي من ضمن الحاجات اللي بنسعد ان احنا خلاص بقينا حكومه افعال وليس رد افعال. عظيم. الحمد عظيم. لله في 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 في, في مجالنا طبعا. عظيم جدا. طيب اتفضل. يمكن دي بقى المشروعات اللي هي نقدر نقول جاهزه للافتتاح، وغير مراحل التسكين للمشروعات مثلا زي اهالينا المشروع اللي هو خلاص بدأنا هنسكن فيه إن شاء الله من بدءا من بكرة، وبعد بكرة نبدأ مرحلة أولية لتسكين الأهالي في مشروع هنا 1096 وحدة، وكان تكلفته 640,000,000 جنيه. مشروع المحروسة واحد اللي كان تكلفته برضه 640,000,000 جنيه،
ال 3600 وحده برضو ان شاء الله بدين في التسكين، وهبقى فرشنا فيه يعني مشروع بتاع اهالينا ده اتفرش كله بكامل 100%، مشروع المحروسه اتفرش فيه في حدود 490 وحده. فاحنا عشان مستغلين دوليك على طول ما بين افتتاح مشروعات جاريه ان شاء الله، ومشروعات تم افتتاحها وهتتسكن، ومشروعات جاهزه للافتتاح وتتفرش. عظيم جدا يا فندم. طيب باشمهندس خالد، على الجانب الاخر هناك يعني لا يصح ان نسميها بالعشوائيات الامنه، ولكن هناك مناطق عشوائيه بدا البناء فيها منذ فتره طويله والان يقطنها العديد من المواطنين المصريين داخل العاصمه وفي مختلف المدن المصريه. هل هناك خطه لتطوير هذه العشوائيات والخروج بها الى مدن حقيقيه تليق بالمواطنين المصريين؟ عايزون احنا المنظومه الكامله لتطوير في مصر، مش خدنا جزء غير امن والجزء الغير مخطط، هو يسمى الغير مخطط اللي هو يفتقر الى الشبكات، الى الطرق، الى الميه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الاناره في الشوارع، الحريق، كل ده ليه اسمه الغير مخطط. الغير مخطط دي قضيه كبيره جدا، بنقول ان احنا عندنا 230 مدينه مساحتهم 417,000 فدان، منهم 160,000 فدان غير مخطط يفتقر الى الشبكات او الكثافه السكانيه اعلى من الشبكات الموجوده حالا دلوقتي. ده اللي احنا بنشتغل عليه، وده لوحده هيتكلف مش اقل من 350 مليار جنيه، حاطين لهم خطه على 10 سنين ان احنا نقضي عليهم بحيث ندخل على 2030 مصر خاليه من غير امن هتخلص 19 والغير مخطط. غير مخطط 2030، وطبعا جواهم برضو في معانا حاجه اسمها الاسواق العشوائيه على مستوى مصر، في حوالي 1105 سوق عشوائي على مستوى الدوله كلها، يعني بكل محافظه معروف بالقاهره 134، الجيزه 84، اسكندريه 83، اسيوط 69، كل محافظه معروف العدد اللي فيها، وبنعمل خطط ليها وشغلنا فيها برضه. يعني احنا مش مستنيين ان لما نطلع الخطه، لا ده احنا اشتغلنا في 52. سيتم تطوير هذه المناطق يا فندم في وجود سكانها ام سينتقل السكان الى مناطق اخرى؟ لا، وجود سكانها، في وجود السكان بمد البنى التحتيه وشبكات الصرف والكهرباء والمياه وما الى ذلك من خدمات. احنا اشتغلنا في مناطق 52 منطقه صرفنا عليهم حوالي 900 مليون جنيه، خدمنا بيهم 410,000 اسره. يعني 410,000 اسره استفادت من مناطق غير مخططه اشتغلناها، ويعتبر جزء صغير من القضيه كلها. القضيه كلها فيها حوالي 22 مليون مواطن بيعيشوا في المناطق اللي تستخر الخدمات دي. فدي احنا شغالين فيها، وعايز اقول ان المنظومه كلها متكامله، زي ما الاستاذ هاني يونس كان بيتكلم من شويه ان الاسكان الاجتماعي عمل 600,000 وحده وسكن حوالي وسلم حوالي 300,000 وحده. دي انا كتطوير عشوائيات بستفيد من النقط دي، ان هو هنا بيدي السكن لمحدود الدخل القيمه الضعيفه على 30 سنه، معناها ان ما حدش هيفكر بعد كده يخلق عشوائيات. المنظومه كلها راكبه على بعضها، يعني داخل الاطار الاسكان والمرافق كلها مع بعضها مربوطه، ان ازاي اقضي على مشكله العشوائيات بالقضاء على العشوائيات الموجوده والتمهيد ليها، بان انا اعمل مشروعات جذب تمنع قيام العشوائيات، او ان انا انتقل للمدن البعيده واماكن الطارده اللي بتخلق عشوائيات او بتخلق هجره داخليه بتخلق فيها عشوائيات، ازاي بنخلق فيها وظائف وحرف ومهن وحاجه اسمها القرى ذات المنتج الواحد، ان انا امنع الهجره الداخليه دي. باشمهندس خالد، يعني الهجره الداخليه هي في الاغلب تكون من بعض مناطق الدلتا او وجه بحري تحديدا، الصعيد اكثر، ومن الصعيد ايضا. لكن اود ان افتح ملف الوجه البحري وتحديدا محافظات الدلتا. هناك العديد من الملفات الموجوده الان والتي يتم مناقشتها والتي بالفعل بدا العمل بها، مثل هدم البيوت او المباني التي بنيت على الاراضي الزراعيه، مد بعض شبكات الطرق. هناك ايضا مشاريع لردم ما يسمى بالرياحات، الصرف الصحي او الترعه. ما الجديد في الوجه البحري تحديدا في هذه الملفات؟ احنا المنظومه كلها الوجه البحري او ابلي دلوقتي، احنا بنشتغل على كل منظومه الطرق، شبكات الطرق الموجوده دي هي فتح محاور وعصب طرق جديده تربط ما بين وجه بحري والعواصم الجديده او المدن الجديده اللي هتخلق لها. الفتح المحاور دي بيخلق شريان حياه جديد من مكان لمكان تاني، زي ما الاستاذ هاني قال من شويه ان الناس كانت
متكتله في مكان بكثافات سكانيه عاليه جدا. طيب احنا لما خلقنا محاور الطرق وخلقنا عليها المواصلات، ده عمل متنفس جديد للناس تنتقل للحياه العمرانيه الجديده. هنا بنقدر نقلل الكثافات على الشبكات والطرق والصرف الصحي وكل الحاجات دي بفتح المحاور. زي ما قلنا مثلا ان في 8 مليون مواطن ساكنين دلوقتي في المجتمعات العمرانيه الجديده. كان فين ال 8 مليون دول مش مواليد جداد، دول اسر كانت فعلا موجوده عايشه داخل هذا الاكتظاظ العمراني الضخم. تتخيل حصل متنفس، 8 مليون اسره خرجوا من هذا الضغط الجامد جدا الى اللي نقدر نقول بكلمه بالبلدي كده البراح، اللي هو المتنفس الجديد. فدي مشروعات زي مشروعات كده، زي مشروعات اللي بتعمل مشروعات الصرف الصحي، محطات شبكات الصرف الصحي، كل الكلام ده تجديد واحلال للقديم اللي كان بيحصل فيه مشاكل. التجديد ده كمان بيتم مش مجرد ان انا بجدد ماسوره كانت 5 بوصه بقت 5 بوصه تاني، لا ده انا بعمل الماسوره اضعاف الحجم اللي هي موجوده عليه علشان نقدر نعيش لبكره. ما نعملش مشروع لما ينتهي نلاقي الكثافه السكانيه زادت ونحتاج ان احنا نجدد من تاني. بقى في فكر دلوقتي يختلف عن زمان. حتى الطرق دلوقتي، حتى لو دخلت على المجتمعات العمرانيه الجديده دلوقتي، كانت الطرق معموله سابقا بعروض مش كبيره، لان ما كانش في كثافات. لا ده دلوقتي العروض في المدن الجديده، طبعا ده مجال مش مجالي، ده مجال وزاره الاسكان وهم، بس انا بحب يعني اوضح فيه. ان الطرق دلوقتي لو حد راح المجتمعات العمرانيه الجديده هتلاقي كم مليار جنيه بيصرف دلوقتي عشان نوسع الطرق في المجتمعات العمرانيه الجديده، عشان بكره ما يحصلش ازدحام او حد مواطن يقول لك انا سكنت خلاص بس للاسف الزحمه جت ورايا. بالظبط. كل دي فكر بكره، يعني دلوقتي كل ما افكر لا بكره، لما نلحق السكه مقطوعه دي بكره، لما نلحق السكه قبل ما تخش دي بكره، لما نلحق الطرق قبل ما تبقى تختنق وتبقى اقل من الكثافات السكانيه دي بكره، الشبكات بكره، كل الكلام ده بنجهز لبكره. عظيم جدا. البشمهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أكد وزير الداخلية محمود توفيق استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفني لأجهزة الشرطة في الصومال. وخلال استقباله وزير الأمن الداخلي الصومالي محمد أبو بكر إسلو، شدد الوزير على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين أجهزة المعلومات للعمل على تقويض المخططات الإرهابية والإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وقد أعرب وزير الأمن الصومالي عن اعتزازه بالدور المصري الريادي في القارة الإفريقية، متطلعا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية تدريب الكوادر الشرطية الصومالية. وقد شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين. وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عدد من القضايا والمخالفات المتنوعة. نتابع. لا تهدأ الأجهزة الأمنية في إطار مسعيها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وهو ما يتجلى فيما يتحقق من نتائج إيجابية على الأرض. فخلال أسبوع نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي ومديريات الأمن في ضبط 636 متهما خلال مداهمة 72 بؤرة إجرامية، بينما تم ضبط 797 قطعة سلاح ناري متنوع دون ترخيص في إطار الجهود الأمنية لضبط حائز الأسلحة النارية غير المرخصة. مع إلقاء القبض على 14 تشكيلا عصابيا ارتكبوا 74 حادثة سرقة متنوعة، وتم إعادة 41 سيارة مبلغ بسرقتها وكشف غموض 44 حادثا متنوعا. ونفذت الأجهزة الأمنية 459,781 حكما قضائيا متنوعا، منها 234,643 حكم غرامة. ونجحت الأجهزة الأمنية في تأمين تنفيذ إزالة 1031 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وضبط أكثر من 250,000 مخالفة مرورية متنوعة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استطاعت ضبط 1026 قاضية التجار وحيازة مواد مخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها 1037 متهما بحوزتهم كميات متباينة من مخدرات الحشيش والبانجو والأفيون والهيروين والفود والستروكس وأقراص مخدرة.
وفي إطار جهود مكافحة الاتجار في السلع الفاسدة والتلاعب بالدعم، تم ضبط 6758 قاضية تلاعب بدعم المواد البترولية وسلع تموينية، إضافة إلى سلع غذائية منتهية الصلاحية. وفي مجال سرقة التيار الكهربي ومخالفة شروط التعاقد، فقد تم ضبط 73407 قضايا بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة منها لصالح خزانة الدولة أكثر من 47 مليون جنيه. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 1255 قضية تهرب ضريبي وجمركي بلغت قيمة المبالغ المسددة منها لصالح خزانة الدولة نحو 4 ملايين جنيه. وفي مجال جرائم الأموال العامة، تم ضبط 12 قضية في مجال مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة بقيمة بلغت نحو 16 مليون جنيه وأكثر من 90 ألف عملات أجنبية متنوعة. وفي مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، تم ضبط 3159 قضية متنوعة إضافة إلى 3 تشكيلات عصابية. كما ضبطت الأجهزة الأمنية 426 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية. الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تمكنت من ضبط 2518 قضية في مجال حماية الثروة السمكية والبيئة ونهر النيل ومنافع الري والثروة الزراعية والملاحة الداخلية، وتأمين 1025 لنشا وباخرة سياحية. وفي مجال أمن الموانئ، تم ضبط 641 قضية تهريب وقضايا أخرى متنوعة. وخلال أسبوع ضبطت الأجهزة الأمنية 2683 قضية في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية. أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن المجلس سيستمع لبيان من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول حادث قطار محطة مصر الأسبوع القادم، وذلك للوقوف على أسباب الحادث والإجراءات التي ستتخذ مستقبلا لتفادي وقوع أي حوادث في هذا المرفق الحيوي. كان رئيس مجلس النواب قد قام بزيارة لمصاب الحادث، حيث اطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مؤكدا وقوف كافة أجهزة الدولة إلى جانبهم لحين الاطمئنان على حالتهم الصحية وإتمام شفائهم، مجددا التأكيد على أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين والمتسببين في أي إهمال تكون ضحيته أرواح المواطنين. قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر للسكك الحديدية 15 يوما، وأقر المتهمون بالإهمال أمام قاضي المعارضات خلال جلسة المحاكمة. وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر في وقت سابق بحبس المتهمين 6 وهم سائق الجرار رقم 2305 ومساعده وعامل المناورة وسائق الجرار الثاني وعامل المناورة والعامل المختص بتحويل الخطوط. انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار والذي يحمل عنوان معا نحو إفريقيا. سنحاول التعرف على طبيعة ما جرى في هذه الجلسة وفي هذا الافتتاح مع إبراهيم عزت مراسلنا من هناك، حيث انعقاد فعاليات هذا الملتقى الذي كما أشرنا في نسخته الرابعة يسلط الضوء عن آفاق الاستثمار في القارة الإفريقية. معا نحو إفريقيا إلى إبراهيم عزت الآن، تفضل إبراهيم. أهلا بك أحمد. انتهت للتو فعاليات الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر. كما أشرت، هذا المؤتمر كأولى الفعاليات الاقتصادية بعدما تقلد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي، جاء هذا المؤتمر الاستثمار في إفريقيا وحضره العديد من رجال المال والأعمال في إفريقيا وكذلك عدد من رجال المال والأعمال في الدول العربية. معي الآن مباشرة على الهواء مشاهدين الكرام عبر شاشة إكسترا نيوز الدكتور محمد سكير، وهو رئيس الغرفة التجارية اللبنانية وكذلك رئيس الغرفة التجارية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن وزير الاتصالات اللبنانية الحالي. أرحب بك بداية معالي الوزير معنا عبر شاشة إكسترا نيوز، ودعنا أن نتحدث عن فعاليات هذا الملتقى. ربما يعني على مدار يومين سيكون هناك العديد من الجلسات، ماذا عن أبرز المحاور التي سيتم التطرق إليها في هذا الملتقى الإفريقي الآن؟ شوف، أنا صار لي 4 سنوات بتابع هذا المؤتمر وكل سنة بيجي بكون حاضر، وعم نشوف انه كل سنة يعني المهتمين والحضور في هذا المؤتمر عم بكون اكبر وعم بكون اهم، وهذا لسببين. اول سبب اليوم الاستقرار الحمد لله اللي صاير بمصر، وايضا التغييرات والتسهيلات الاقتصادية والقوانين يلي تغيرت بمصر خلال 3-4 سنوات.
شفنا تغيير كتير كبير. إذا أنا بحكي من جهة كمستثمر لبناني اللي أنا موجود بمصر هون، بس أنا موجود من سنة 90 مش من هلأ، ولكن عم نشوف أنه في هجمة لبنانية على مصر لعدة أسباب. أول شيء مصر سوق كتير كبير، سوق 100 مليون نسمة ما شاء الله، وأيضا اليوم اليد العاملة الماهرة في مصر واللي عندها خبرة كبيرة، أنت ممكن تصنع في مصر تكسب السوق المصري وتقدر تصدر إلى أفريقيا السوداء. بخلال اجتماعاتنا قبل المؤتمر كنا عم نحكي مع الاتحاد الغرف، لبنان بيقدر يلعب دور كتير كبير بتوزيع هذه يعني البضائع المصرية في أفريقيا بسبب الوجود اللبناني من عشرات السنوات هم موجودين نحن بالسوق الأفريقي. أنت تعرف أنه أكثر من 750 ألف لبناني مقيم بأفريقيا وموجودين بالصناعة والتجارة والسياحة وبكل القطاعات. إن شاء الله حنتابع هاليومين، وأنا بعتقد أنه هذا المؤتمر مؤتمر جيد، الاستثمار بمصر جيد والاستثمار مربح بمصر. بأتمنى كل التوفيق إلى مصر وشعب مصر، لأنه مثل ما بنقول بلبنان إذا مصر بخير العالم العربي كله بخير. شكرا جزيلا بالتأكيد. ولكن أخيرا اسمح لي معالي الوزير أن أختم مع حضرتك هذا اللقاء، إذا تحدثنا خصوصا عن الاستثمارات اللبنانية في القارة الإفريقية، ربما ماذا تمثل؟ وأيضا تتواجدون كما ذكرت حضرتك عدد ليس بقليل في الدول الإفريقية بالنسبة لرجال الأعمال اللبنانيين. لا، نحن إذا عم نحكي بمصر وإذا عم نحكي بالقارة الإفريقية السوداء، استثمارات اللبنانية كبيرة يعني اليوم بكل القطاعات، إذا كانت وخاصة الصناعية. نحن موجودين من أكثر من 70-75 سنة، يعني في عندك جيل واثنين صار موجود بأفريقيا، عندنا خبرة كتير كبيرة. مشان هيك إن شاء الله لازم يصير في تعاون بيننا وبين بمصر للتسويق للبضائع المصرية بأفريقيا. أشكرك شكرا جزيلا وشرفتنا. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام كان معنا هذا اللقاء زميلي أحمد الدكتور محمد شقير، وهو وزير الاتصالات اللبناني وكذلك رئيس الاتحاد الغرف التجارية اللبنانية. فقط أشير أن هذا المؤتمر يأتي تحت رعاية دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، ولكنه يعني جاء إلى هنا المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وألقى كلمة نيابة عن دولة الرئيس في هذا المنطقة الإفريقية الذي ستستمر فعالياته حتى غدا إن شاء الله. الآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميلي العزيز أحمد أبو زيد في الاستوديو. شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت، منضمن إلينا على الهواء مباشرة من موقع انطلاق فعاليات ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذي يحمل عنوان معا نحو إفريقيا. شكرا له وكذلك لوزير الاتصالات اللبناني محمد شقير. كشف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن نصري أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج عبر منابر حقوقية مسيسة أرقاما غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. جاء ذلك خلال ندوة عقدها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بواسطة محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وحضرتها سلمى أشرف ابنة القيادي الإخواني الهارب أشرف عبد الغفار والمتهم في قضية ميليشيات الأزهر. تحت غطاء العمل الحقوقي تستمر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ممارسة عمليات تشويه للحقائق وتزوير للوقائع عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر. وفي سبيل ذلك وظفت الجماعة بعض المنظمات والأفراد وخلقت كيانات وهمية واسندتها إلى أعضائها من مختلف الجنسيات. ومؤخرا حاولت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن تهيئ للكيانات الإخوانية الوهمية ترويج أكاذيبهم داخل إحدى جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ليتم ترويج تلك الواقعة لاحقا كنصر إخواني. محاولة المنظمة المستأجرة من جانب الإرهابية ومن ورائها فشلت تماما بسبب رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن نصري الذي كان من الحاضرين في تلك الجلسة وأقام من منطلق وطني بتفنيد ما طرحته أذناب الإخوان حول الاختفاء القسري والقتل خارج القانون وغيرها. مش نتكلم عن الأرقام اللي ذكرت فيها المدخلات، أنا من نظري أن الأرقام صدرت عن بعض المنظمات الاساس ملف حقوق الانسان، لانه تحديدا الاتفاق القسري في ارقام اتذكرت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، ولكن حتى لجنه الاتفاق القسري بالمفوضيه الساميه لم تعترف بهذه الارقام ولم تؤكد هذه الارقام. فمن وجهه نظري انه اللي يقدر يحدد الموضوع ده او اللي يقدر يقول اذا كانت الارقام صحيحه ولا هي المفوضيه ولجنه الاتفاق القسري، كمان الارقام الخارجه عن الاتفاق الخارج من اطار القانون والقتل خارج اطار القانون.
انا حي وجهه نظري ان شايف ان في استمرار لتاسيس ملكه الانسان بعد ثوره 30 يونيو. الأمر المثير للسخرية أنه في الوقت الذي لا تكف فيه عناصر تنظيم الإخوان الحقوقية عن ترويج أكاذيب مضللة عن مصر ومؤسساتها الوطنية، تتعامى تماما أن ترى حجم ونوعية التنكيل الذي يمارسه النظام التركي ضد مواطنيه لمجرد الاشتباه. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 اعتقل الإخواني أردوغان عشرات الآلاف وأقال مثلهم، من بينهم قضاة وضباط جيش ورؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان، فضلا عن إغلاق مئات المؤسسات التعليمية وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. أما في قطر فحدث ولا حرج، حيث يساوي انتقاد النظام الحاكم تجريد قبيلة كاملة من الجنسية القطرية وسلب كافة حقوقهم في نفس اللحظة التي تقوم فيها الدوحة بمنح الجنسية للإرهابيين، هذا فضلا عن غياب أي شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة، فلا برلمان منتخبا ولا إفصاح عن حجم ثروات النظام التي اكتنزوها من ثروات الشعب القطرية لينفقوها على أهوائهم أو ينشروا بها التطرف والعنف حول العالم. قضائيا، قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ بمعاقبة أحمد عبد الله زكي الطبيب المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بالإعدام. جاء حكم الإعدام بعد إحالة أوراق الطبيب المذكور إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن إعدامه. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الانتهاء من مسح 551,036 مواطنا بالمحافظات السبع بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية المنعقدة تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر اليوم. وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي ما تم مسحهم أو من تم مسحهم في المراحل الثلاثة من المبادرة الرئاسية في 27 محافظة وصل إلى 31,433,000 مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. وقد تواصلت فعاليات اليوم الثاني من المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الرامية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. كان اليوم الأول من المرحلة الثالثة قد شهد توافدا كبيرا من المواطنين على المراكز المتخصصة لإجراء الفحص. التركيز على بناء الإنسان استراتيجية وطنية اتبعتها الدولة من خلال إحداث طفرة فعلية في قطاعات عدة ومن بينها الصحة، وفي إطار ذلك تستمر حملات مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، مرحلة جديدة وأخيرة تستهدف سبع محافظات هي الجيزة والوادي الجديد والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا لفحص أكثر من 23 مليون مواطن. عندنا 1736 مركز على مستوى المحافظة موزعين على كافة المدن والأحياء والمراكز، بتصل للمواطن في كل مكان. الحملة دي هدفها الاطمئنان على صحة المواطن وبتقدم له العلاج المجاني لفيروس سي أو لكافة الأمراض الأخرى اللي بتكتشف. عندنا 1081 نقطة ثابتة ومتحركة، والنقاط المتحركة تم توزيعها جغرافيا والنقاط الثابتة بحيث يبقى التوزيع على مستوى المحافظة بالكامل تشمل القرى والمراكز الأخرى. كل الناس رفع درجة الاستعداد القصوى. احنا بدأنا المبادرة النهاردة وان شاء الله يعني الشعب الغربية يتمتع بالمبادرة غير مسبوقة اللي اطلقها السيد الرئيس في تاريخ مصر المعاصر، وهي التخلص من فيروس سي. احنا ان شاء الله بنأمل، لان في مجهود كبير جدا، في تحضير جيد من السيد وكيل وزارة الصحة دكتور هشام مسعود والفريق الطبي بتاعه، زي ما حضرتك شايف الدور العبادة كلها موجود فيها المستشفيات الوحدات، فان شاء الله تبقى مبادرة رائعة وجميلة ان شاء الله. هنستمر ان شاء الله لمدة شهرين، نتمنى ان شاء الله نحقق الرقم المطلوب مننا اللي هو 4,250,000 مواطن، بالفرق بالتنظيم ان شاء الله، بجهد اللي بتعمله مديرية الصحة بأطبائها بمرضيها بالعاملين فيها، ان شاء الله هنحقق هذا. الإقبال الشديد على الحملة في محافظات الوجه القبلي كان ملفتا، حيث انتشرت الفرق الطبية بالمساجد ومراكز الشباب والوحدات الصحية. المبادرة بتستهدف أكثر من 3 مليون مواطن
في نطاق محافظة ألمنيا، في حوالي ما يقرب من 1200 فريق عمل بيعملوا في مختلف المراكز والمدن والقرى على في داخل نطاق المحافظة. المواطنين الحاجة المستهدفة ان احنا بنقول لهم كل واحد يطمن على صحته، التطمين مجانا سواء الفيروس سي او السكر او الضغط او الوزن او كل الحاجات دي. مدير الحملة القومية للكشف عن الأمراض غير السارية الدكتورة ريهام غلاب قالت إن الخدمة المقدمة للمواطنين مجانية بالكامل، وتستهدف الاطمئنان على صحة المواطنين من خلال الكشف على العديد من الأمراض. خدمة مجانية سريعة ذات جودة عالية وخدمة حقيقية موجودة بيستفيد منها كل المواطنين، هو ان حضرتك تكون مواطن مصري ومع حضرتك بطاقة رقم القومي، اي ان حضرتك فوق 18 سنة. الحملة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في اكتوبر الماضي وحققت حتى الان معدلات غير مسبوقة وسط اشادات دولية وعربية. شهدت النقاط الطبية بجامعة المنصورة إقبالا كثيفا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمترددين على المستشفيات والمراكز الطبية لإجراء الفحوص الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، وذلك للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. وقد خصصت الجامعة 70 نقطة للعمل على طوال أيام الحملة لتغطية المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمواطنين والذين يقارب إجمالي عددهم 215,000 شخصا. رصد المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء شائعة استخدام وزارة الصحة لتطعيمات تسبب العقم في إطار حملة لتطعيم طلاب المدارس الابتدائية ضد الأنيميا والتقزم والسمنة. قال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مضيفة أنه لا يوجد أصلا ما يسمى بتطعيمات الأنيميا والتقزم والسمنة، مشيرة إلى أن الحملة القومية التي بدأت في المدارس هي حملة قومية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المدارس وتقديم العلاجات اللازمة بالمجان لمن يثبت إصابته، مضيفة أن العلاج المقدم آمن تماما ومطابق لكافة المعايير الصحية العالمية. قال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عمر إن 150,000 سلموا ملفات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، منوها إلى أن 71,000 مطابقون للشروط. وأكد دكتور محمد عمر خلال مؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين أن الوزارة رعت ظروف جميع المتقدمين. أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي محمود صقر انطلاق فعاليات شهر العلوم المصري في دورته السادسة. أوضح صقر في تصريحات لإكسترا نيوز أن شهر العلوم يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والابتكار بالشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع العلمي. أضاف أن شهر العلوم يشارك به جميع أجهزة الدولة ويهدف أيضا لتسليط الضوء على البحث العلمي في مصر. العلوم هو مجموعة من الأنشطة والفعاليات بتشارك فيها كل مؤسسات الدولة، وليس فقط أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولكن الأكاديمية هي الراعي لهذا الشهر. الشهر والهدف منه تسليط الضوء على البحث العلمي، تبسيط العلوم، نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال مجموعة من الفعاليات في كل الأقاليم المصرية، منهم مسرح للعلوم، منهم عروض تفاعلية مع الأطفال والطلاب وتلاميذ المدارس في مجال البحث العلمي، منهم التواصل العلمي، منهم عرض أفلام ثلاثية الأبعاد لبعض الأفلام الخيال العلمي إلى آخره. السنة دي بقى اللي بيزيد على السنوات السابقة ان احنا بنعمل السنة دي الصالون العلمي، والصالون العلمي او الصالون الثقافي هو بنستضيف فيه احد العلماء المصريين المتميزين جدا سواء في الداخل او في الخارج، وبيكلمنا عن موضوع معين من الموضوعات العلمية اللي هي موضوعات الساعة زي ما بيقولوا. وزي ما شفنا في الافتتاح النهاردة احنا بادئين بالدكتور هشام سلام من جامعة المنصورة بيتكلم عن اكتشاف جامعة المنصورة اللي هو الديناصور اللي اكتشفته جامعة المنصورة. شيء كويس جدا ان البحث العلمي يسلط الضوء على العلماء والنجوم الحقيقيين للبحث العلمي في مصر. نظمت جامعة أسوان احتفالية جامعة الطفل بأسبوع العلم بحضور عدد من الأطفال المخترعين وأولياء أمورهم، وتهدف الجامعة إلى تنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الأطفال وتقديم الدعم والرعاية لجامعة الطفل لتؤدي رسالتها في اكتشاف المبتكرين والمخترعين من الأطفال واحتضان أفكارهم ومهاراتهم الفنية.
الفكره بتاعتها ان احنا بنستقطب الجيل او البراعم اللي هي في سن من 9 ل 15 سنه وبندخلهم عندنا الجامعه وبنديهم محاضرات تثقيفيه في العلوم في الاداب في التاريخ في الجغرافيا في الهندسه في الطب بهدف ان احنا بنحاول نستكشف ميول هذا الطالب من هو دلوقتي. الطالب لما بيجي عندنا واحنا بنهتم بيه اولا بيبقى عنده بنخلق انتماء للجامعه، يعني هو بيجي بيبقى عارف جامعه اسوان وعارف ان هي دورها ايه. تاني حاجه هو نفسه بيكتشف نفسه، يعني هو كمان صغره السنه ده بيعرف يقول اه والله انا نفسي ابقى مهندس، بيخش عندنا الورش بيشوف الكمبيوتر بيشوف بيلاقي نفسه في وهكذا. يعني من هنا جاءت فكره جامعه الطفل باسوان لانها تحرص على تنميه الفكر والابتكار والابداع لدى اطفالنا اللي هم من سن 9 ل 15 سنه اللي هم اطفال اليوم لكن هم رجال المستقبل. بنحسهم على التلاحم والانجاز فيما بين الجامعه ومن خلال معاملها المختلفه. تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة رفقة المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خالد صديق منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ للوقوف على آخر المستجدات بالمنطقة. وأكد المحافظ ومدير الصندوق اهتمام القيادة السياسية بضرورة تطوير المنطقة وإقامة مجتمع عمراني متكامل يشمل كافة المرافق والخدمات. هناك فكر كبير جدا أبحثه أنا مع خالد بيه صديق على أساس أن احنا نطور هذه المدينة ونطور هذه المنطقة وفيها مساحات شاسعة. طبعا احنا لما هنسكن العمارات دي كل اللي موجود في على الأرض الناحية التانية اللي احنا لسه ما تمش ازالته ان شاء الله هنزيله بعد ما الناس تسكن. هيبقى في مساحات كبيرة، المساحات دي ممكن نطرحها، ممكن هنطرحين 600 قطعة، هنطرح 450 قطعة تاني، وفي 750 ايضا المرحلة التالتة. فعايز اقول المنطقة دي كلها هتبقى هيعاد تخطيطها من اول وجديد، هيبقى فيها مولات، هيبقى فيها مدارس، هيبقى فيها مسجد، هيبقى فيها مستشفى، هيبقى فيها حضانة. في الحقيقه بيعاد تخطيطها من اول وجديد. مدينه الرؤسات دي ان شاء الله هتبقى منطقه مدينه فعلا لكل من ليس له سكن في مدينه شرم الشيخ هنبني له هنا. بننشد ان في مجتمع جديد اسمه الرويسات، يمكن الاسم ده مش دارج عند بقيه المصريين، مش عارفين يعني ايه الرويسات. لكن انا بقول زي ما الناس حفظت اسم شرم الشيخ وكلمه شرم الشيخ بقت بترن في اذان الاخرين، كلمه الرويسات بعد سنتين ثلاثه الناس هتسمع كلمه الرويسات هتبقى عارفه يعني ايه الرويسات. النهارده اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ده نواه ان يظهر كل حاجه اسمها الرويسات على المجتمع المصري كله. لما بنعمل 500 وحده و600 قطعه ارض ترفيه وبعدين مرحله ثانيه 450 وبعدين 750 وبعدين هننشئ مجتمعات جديده سواء بجميع فئاتها اللي هي سواء سكن اجتماعي، دار مصر، سكن مصر، كل الحاجات دي بتدرس بحيث ان احنا الرويسات هتبقى هي الظهير المتحضر المتقدم لشرم الشيخ. وهي من جوه شرم الشيخ نفسها زي ما سياده معالي الوزير المحافظ قال ان ده اللي هي اللي بدل ما الناس تلجا لعمل عشوائيات او حاجه غير متحضره خلاص. اصل خلاص احنا دلوقتي جنوب سيناء هتبقى خاليه ما عادش فيها عشوائيات، ولكن الشيء المتحضر اللي احنا بنعلن عنه في مصر لا يمكن يجي اي زائر لمصر يشوف حاجه جوه شرم الشيخ ينفر منها او يقول لا ده مش دي مش شرم الشيخ اللي انا عرفتها. دعت مصر إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند، وذلك على إثر التطورات الأخيرة التي وقعت بين البلدين في أعقاب التفجير الإرهابي الذي شهده الشطر الهندي من كشمير. وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية أهمية تغليب لغة الحوار بين البلدين من أجل تسوية جميع المسائل العالقة وتجنب التصعيد لما له من أثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة. وعلى صعيد آخر أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشيو وتبنته حركة الشباب الإرهابية والذي أدى إلى وفاة نحو 29 شخصا وإصابة 80 آخرين. قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن هناك شبكات إرهابية تعمل بدعم من بعض الدول ويجب العمل على تفكيكها. وطالب الخليفة في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بأبو ظبي طالب بضرورة وضع نظرة شاملة للتعامل مع التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم الإخوان الإرهابي. أضاف أن قطر لم تعدل من سياساتها ولم تغير أي خطوة في إطار دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية، مشددا على أن مقاطعة قطر من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مستمرة حتى تعدل الدوحة عن سياساتها.
وفي ختام هذه الجولة تذكرة بأبرز ما جاء بها من أنباء. السيسي يطلع من مدبولي على الحالة الصحية لمصابي حادث قطار محطة مصر. مصر تدعو إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار بين باكستان والهند. وزير الخارجية البحريني يؤكد أن قطر لم تعدل من سياساتها الداعمة للإرهاب. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. قدمنا لكم أحمد أبو زيد وحسام حداد. دمتم في أمان الله، سالمين.